حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده بقى جايين نتغدى مع بعض. انتوا شايفين اللفه دي بقى فيها ايه؟ رنجه ولا فسيخ؟ قولوا بقى انت. انا هاكل ايه بقى؟ قولوا كده. اللي خمن كده وخمن صح يكتب لي في الكومنتات. هناكل فسيخ ولا رنجه؟ شايفين بقى الجمال والحلاوه يا ولاد؟ يا سلام يا سلام. نفتح الاولانيه بقى. اول تعالوا بقى اتغدوا معايا. اللي اول مره يشوفني بقى ما ينساش اللايك والاشتراك وتعليق حلو كده، وانا بحب تعليقاتكم جدا وبشكر كل فانزاتي على تعليقاتهم الحلوه ولايكاتهم الجميله. بحبكم كتير وحشتوني كتير. عمر بصور كل حاجه هنا، ما تحلاش الا في التصوير. تعالوا بقى اتغدوا معايا. الدنيا حر يا ولاد، واحد زهقان من الرز ومن اللحوم. سمكة يعني مش كبيرة قوي بس سمينة. شوفوا الدهنة لسه مخرجاها من التلاجة. جربي كده تاكلي الفسيخ. بقى ايه انا حاطة جنبي؟ نضفها كده بس اول. انتوا عاملين ايه بقى؟ الولد ده يوطي صوته بقى، يوطي صوته. عمر قاعد يلعب ببجي وصوته طالع بقى، فبعتذر بقى منكم لان انا غلبت اقول له بس وما بسش ومفيش فايده. طبعا دي مش هتترمى، دي شيء اساسي، دي بقى لازم تتمصمص. يعني الدنيا حر بقى، قلنا ناكل الفسيخ مع بعض. حاجة كده خيال خيال. احلى حاجة في الحر والله اللي احنا فيه ده. طبعا انا جايبة المعدات جنبي والسلة عشان ايه الغوصة اللي احنا فيها دي. ناكل بقى على ايه؟ على نضف. نعمل ايه بقى يا ولاد؟ شوفوا الجمال. شوفوا الجمال يا ولاد. هنعمل ايه كده؟ اهو هما كلوه سبقوني، بس بيقولوا لي بقى ايه زبده. خلاص فتحت تاني. كملي بقى. طب افتحي. فتحت. شوفوا بقى يا ولاد كلوه بقى، قالوا لي ان هو زبده مش حادق بقى ولا حاجه. انا بحب اعصر كده على البصل ليمون لان الخل خلص. هحاول اكله معايا خروشي. انا بحب الرنجه اه، بس بالنسبه لي الفسيخ يعني احلى. انا بزعل قوي من الناس اللي مش في مصر ونفسهم ياكلوا فسيخ. سعاده ما حصلتش.
رز قفل حر وفراخ ايه ولحمه ايه؟ في زي الفسيخ. عمر وطي الصوت شويه، وطي صوت الضرب شويه. جميل. الفص مش محتاج معلقه، لا محتاج معلقه ولا سكينه كده تطلعي بيها. تمام. يا خرابي، اهم حاجه الواحد يدلع كرشه والله، اهم حاجه. انا عمري اصلا ما حرمت نفسي من الفسيخ، يعني لما اجي كنت اخس او كده كنت باكله حاف يعني. بعمل الخس عيش بس سبحان الله بالعيش حاجه تانية. تحفه. عمر يعني انا مش ملاحظ ان انا قاعده. اللي هيقول لي بقى فتحتي؟ اللي هيقول لي يا اولاد الرجيم وتخسي يا حنان، انا عملت 10 مرات رجيم وعارفه لمصلحتي كويس وعارفه ان انا هخس بس في الوقت المناسب بقى، لان انا زهقت من الرجيمات يعني. فانا بحب ابقى دبه يعني. تمام. حاجه كده جميل والله العظيم. السمكه ملحمه يعني، يعني حجمها يعني مش كبير قوي بس لحمها ملحم. بحب اقول فسيخ اعمل بنجر. طبعا لو مفيش فسيخ بقى وعايزه برضو كل حاجه يعني كده باكل بنجر بقى. وبحبها بالطحينه كتير. والحوض بتاعه بقى الملح بتاعه مظبوط جدا. انتوا امبارح كلتوا بليمون؟ مظبوط. اصل بابا بيقول لي دي لعقوي، ما هوش جلع قوي. بابا بيحب الفسيخ حدقه يعني ظاهر فيه سن ملح. الاصابه اللي في قرطي باينه، الاصابه اللي في قرطي باينه. كام؟ 5. شوفوا حمرا، شوفوا والدي اللحمه خص والدي ازاي. السلام. اللقمه يبقى فيها من كله كده عشان هي تحس بالانبساط. في ناس ما تاكلوش الا في شم النسيم بس، بس ما اعرفش. حلوة قوي.
مين بقى بيحب يعمل زي كده؟ اللي هيقولوا اي اي ما يشوفش الفيديو. طبعا هنا الفسيخ كل وش الوقت هيبقى بسيخ وخارجه الوقت وايه رحت بسيخ والله. بس هنعمل ايه يعني؟ الفسيخ ما حبوش مخلي، الفسيخ مخلي لا. شوفوا عمر الدنيا هتوقع عمرنا ايه. احلى حاجه بقى طعمها مميز في الفسيخ الحته اللي في الجنب دي، لها طعم مميز. تذكر عن بصل بس بقى عندنا يحبوه بالليمون وفي ما يحبوش بالليمون. بس انا اي حاجه في حياتي فيها ليمون لازم احط فيها ليمون، يعني بحب الليمون جدا. اخواتي يا كمان جوعتكم صح؟ افتحوا بقى يا عالم حنان وكلوا معايا بقى. تسمع عشان ما اطولش عليكم بقى، لان طبعا انا هكمله قتيله يعني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، ولايك واشتراك لأول مرة يشوفني. بحبكم كتير قوي، كونوا فانزاتي وباي باي.